يقترب طفل من سيارة ليطلب حسنة، ثم يرى هذا فينفجر في البكاء. لقد أصبح من المعتاد في يومنا هذا أن نرى أشخاصاً وحتى أطفال يسيرون في الشوارع طلباً للطعام أو القليل من المال، وأحياناً ما تتم معاملتهم باحتقار شديد. إن قلب هؤلاء الأطفال عامر بالمودة والتواضع، ولهذا إن القصة التي سنذكرها الآن لكم سوف تجعلكم تفكرون لو قليلاً عندما ترون ما يفعله هذا الصغير. هذا الطفل الذي يدعى جون ثو يعيش في نيروبي بكينيا، وكان من الأطفال الذي يطلبون حسنة في الشوارع، ولم يكن أحد يتصور أنه عندما يقوم بعمل طيب سوف يغير ذلك حياته للأبد. يكثر الأطفال مثل جون في الشوارع، حتى أنه من العاصمة الإفريقية عادة ما يطلبون حسنة من سائقي السيارات التي تعبر الطريق، وهو ما لا يستحسنه السائقين دائما، حيث أنهم يظنون أن هؤلاء الأطفال ما هم إلا لصوص صغار. ولكن جون أثبت أن له قلب يساوي الملايين، عكس ما يعتقده البعض عن هؤلاء الأطفال. ذات يوم عندما كان جون يطلب حسنة، استرق النظر إلى داخل أحد السيارات ورأى شيئا لفت انتباهه كثيرا. كانت هناك سيدة جالسة داخل السيارة وتستخدم العديد من الأنابيب الموصلة ببعض الزجاجات. كانت هذه السيدة تدعى جلاتيس كاميندي وتبلغ من العمر 32 عاما. بدأت السيدة في التحدث إلى جون وشرحت له أنه نتيجة لإصابتها في الرئتين لم تكن تستطيع التنفس، وأنه كان لزاما عليها حمل كل هذه الأنابيب من الأكسجين حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة. صدم جون عندما سمع هذا وتيقن أن هناك أشخاصا في حالة أسوأ كثيرا من حالته ولا يتمتعون حتى بالصحة. تأثر جون كثيرا بقصة جلاتس حتى أنه بكى وقرر إعطائها كل الأموال الذي كان حصل عليها في هذا اليوم، لأنه اعتقد أنه تحتاج لهذه الأموال أكثر منه. في هذه اللحظة كان رجلا يعبر من المكان وتنبه لما حدث، فقام بأخذ بعض الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتشرت الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق هذا الرجل حملة غيرت حياتهما إلى الأبد. عندما علم الناس بقصة جلاتس، ساهم الآلاف والآلاف من الناس لمساعدتها بالمال، حتى تم جمع مبلغ 80,000 دولار أمريكي، والذي سمح لها بالسفر إلى الهند لتلقي العلاج. وعلى الجانب الآخر، لقد ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي جون في الحصول على منزل جديد، حيث قامت سيدة تدعى نيسي وأمبوجو بتبنيه من أجل انتشاله من الشوارع حتى تحين له فرصة الدراسة. وبفضل فعل جون الطيب، هذا الصغير الذي ساعد السيدة التي لا يعرفها، تمت مكافأته ومنحته الحياة أماً. اترك لنا تعليقا وعبر عن رأيك في هذه القصة. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة المقطع مع عائلتك. لا تنسى متابعة القناة. شكرا على المشاهدة.